السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إلهام بوزان. بفيديو اليوم ما عندي لا درس ولا حتى خبر، بفيديو اليوم في عندي شيء مميز جدا. وصلني اليوم الدرع الفضي لقناتنا التعليمية بعد وصولنا لمئة ألف مشترك، وحبيت أن أشارك معكم فرحتي بهي المناسبة الحلوة والجميلة. طبعا هي عبارة عن جائزة معنوية وتقدير من اليوتيوب على المجهود اللي بذلته بالسنوات السابقة بإنشاء الدروس والفيديوهات، وهيك بيكون صار في عندي درعين، لأني سابقا وصلني أيضا درع آخر للقناة الثانية. المنكم ما بيعرف في عندي أيضا قناة أخرى منفصلة تماما عن القناة التعليمية. قناتي الثانية بتحمل اسمي إلهان بوزان، وهي عبارة عن قناة ترفيهية بعمل فيها مغامرات وأنبوكسينج وحتى مراجعات لأجهزة إلكترونية وكهربائية. وبالنسبة للقناة التعليمية هون فهي موجهة للأجانب والمهاجرين واللاجئين بألمانيا، بعطيكم فيها دروس باللغة الألمانية بالإضافة للتغطية لأهم الأخبار والقرارات. شكرا لدعمكم ومحبتكم، وهذا الشيء صدقا كنت أشعر فيه بكل كلمة كنتوا تكتبوا لي إياها، وإن شاء الله ما أكون قصرت معكم بشيء على قد الوقت اللي كان متوفر عندي. كنت سعيد دائما بنجاح كل شخص فيكم، لأني بعتبر هذا الشيء نجاح لنا كلياتنا، وأتمنى التوفيق للجميع لكل المقبلين على امتحانات اللغة الألمانية القادمة، وكذلك للمقبلين على دخول سوق العمل. وإن شاء الله مستمر معكم بالدروس وشرح القرارات ونقل الأخبار الهامة لكم. كان معكم إلهام بوزان، تبقوا دائما بخير وصحة وسلامة. تحياتي لكم جميعا، إلى اللقاء في فيديو قادم.